السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا سوغ لو ستاند هوندا في معرض 2016 ديال السيارات. اليوم غادي نقدم لكم اصغر سياره عندنا، هي لا هوندا جاز. هي السياره متعدده الاستعمالات، يعني يستعملها الراجل كيف المراه. هي سياره عندها بزاف المزايا، عندها لا كونسوماسيون قليله، سهله في التنقل، مزيانه في الطريق، كتمشي بها كتسافر بها وانت مرتاح من ناحيه الكونفور ومن ناحيه لا فيابيليتي ديالها ولي زيكيبمون ديالها، يعني كتكون مرتاح وفرحان وانت راكب في هذه السياره الهوندا جاز. والناس اللي جاو عندنا اليوم في ستاند ديالنا كان عندها واحد الاقبال بزاف من طرف النساء والرجال، يعني جميع شرائح المجتمع كتطلب الهوندا جاز، لانها هي بالنسبه للستاسيونمون، خاصه اليوم في الدار البيضاء عندنا مشكل ديال الستاسيونمون، فهي سهله في الستاسيونمون، ولكن عندها مزايا ديالها كثيره ومتعدده. وكنعرض عليكم باش تجيو تشوفوها عن قرب باش تاكدوا من هادشي اللي تنقول لكم. زياده على هادشي عندنا سيارات اخرين في لو ستاند ديالنا على حساب المتناول ديال الناس، يعني عندنا لا هوندا سيرفي، عندنا لا بيرلين اخر سيفيك جديده، هذه عاد جات عندنا في المعرض ديال 2016، عندنا لا سيفيك تورور ولا جاز، عندنا في لي دو فيرسيون. دونك كنشكروا بهذه المناسبه لاله مولاتي اللي زارتنا في هذا المعرض وتحتنا الفرصه باش نتكلموا على المنتوج ديالنا، واهلا وسهلا بالجميع.